رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى حتى أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة كون إنسان ينحني لأخذ الشيء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالصلاة أمر الله تعالى فيها بالقيام وذكرها جل وعلا قائمة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، وقال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. والقيام في الصلاة ركن من أركانها، فلا تصح الصلاة من غير قيام في الفرائض، فإن صلاة الفرض يجب أن يصليها الإنسان قائما إن كان مستطيعا، لما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فأسقط وجوب القيام في حال العجز، فدل ذلك على أنه لا تكون صلاة من المستطيع في الفرض إلا أن يكون قائما، وذلك في الصلوات المكتوبات. أما الصلاة النافلة فإنه إذا صلى الإنسان جالسا من غير عذر فإنه تصح صلاته وهي على نصف صلاة القائم في الأجر والمثوبة. وإذا كان الإنسان في الصلاة قائما فإنه لا يجوز له أن يخرج في الفريضة عن حد القيام إلا في حال العجز. أما إذا أراد أن يتناول شيئا كمنديل أو سقط منه شيء فأراد أن يأخذه فإنه لا يحل له أن ينحني ويخرج عن حد القيام لأجل أخذ هذا الساقط. وبالتالي إذا فعل ذلك إنسان قائم في صلاته سقط منه منديل، سقط منه قلم، سقط منه متاعش، حاجة من حاجاته، فإنه يمهل حتى يركع ويأخذ ما سقط منه. أما أن ينزل فيخرج عن حد القيام لأجل أن يأخذ شيئا أو أن يزيل شيئا أو لأي أمر آخر فإن ذلك لا يجوز، فإن كان عالما بطلت صلاته، وإن كان جاهلا فينبغي له أن يمتنع عن هذا وأن لا يكرر ذلك، وإن كان مندهشا من غير اختيار منه كما لو سقط شيء وأراد أن يتداركه فنزل فلا شيء عليه في هذا، لأن المندهش والساهي ونحوهم كالجاهل في الحال فلا يؤاخذ بما فعل وصلاته صحيحة. أما إذا كان عالما ذاكرا مختارا فإنه إذا فعل ذلك باطلت صلاته، ولهذا ينبغي أن ينبه الصغار ومن في حكمهم على هذه المسألة، لأن كثير منه إذا احتاج أن يأخذ منديلا أو أن يعني يتقدم وينزل فيخرج عن حد القيام سواء كان راكعا أو كان أدوم من ذلك بأن يكون أسفل من ذلك جالسا أو نحو ذلك مما قد يحصل من البعض. وبالتالي ينبغي الحرص على هذا المعنى، وهو أن يتجنب الإنسان الانحناء والخروج عن حد القيام في الفرائض، فإن ذلك يبطل الصلاة لأنه يخل بركن من أركانها، وهذا مما لا يجبره سجود السهو، لأن القيام ركن في قول عامة أهل العلم، والله أعلم.